مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، اكيد بعد الافطار كنديروا واحد الجولة بشوارع الدار البيضاء، كنشوفوا الاجواء كي دايره. كيف ما كتعرفوا بان الشوارع كتكون خاوية في هذا الاثناء تزامنا مع صلاة التراويح. أمينة قالت لي تبارك الله عليك أختي، ورمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. زادت أنت رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليك بالصحة والسلامة حبيبتي. مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، وصلنا إلى نهاية البث المباشر، إن شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر، إلى اللقاء.